ولا يخفى على الجميع أن مجتمعنا وعصرنا قد اجتاحته الفتن ومضلات الفتن، فأين السيستاني منها؟ وأين علمه الذي يجب أن يظهره عند ظهور الفتن؟ وهل دوره يجسد دور البطائن أو دور يونس بن عبد الرحمن؟ فانتظرنا ولننتظر، فانتظرنا كثيرا ولا زلنا ننتظر ما عنده من علم فيظهره لنا، وكيف سيحصل ذلك ونحن لم نسمع منه ولو كلمة، ولم نقرأ له ولو كلمة خطها بيده، بل لم نره منذ أكثر من 10 سنين، ولم يرفض الإعلام والتصوير والصور والترويج له والكلام باسمه وكل المديح الكاذب والإعلام المزيف والدعوة للمرجعية الفاشلة الجاهلة، لم يرفض هذا وأعطى الرشا واشترى الذمم وبحث عن الواجهة وأخذ والتقط الصور في بداية أيام وأسابيع وأشهر الاحتلال، وأيضا صور وصور نفسه عندما ذهب لي إلى لندن لعملية القسطرة. إذن لا يوجد مانع من التصوير والصور، إذن لماذا لم نشاهد له أي شيء حديث، أي صورة حديثة، أي صوت حديث، أي كلام حديث؟ لم نشاهد هذا، ولا نعلم من يدخل إلى بيته من السياسيين من الرموز، هل يلتقي به أم بشبيهه أم بأخيه أم بابنه أم لا يلتقي بأحد، فيخرج فاشلا وليس عنده إلا أن يكذب ويدلس فيقول التقيت به. هل يخاف من الحديث لصعوبة نطقه العربية؟ هل يخجل من قوميته؟ هو الذي استنكف ورفض وانزعج عندما عرضت عليه الجنسية العراقية، عندما تملق له من تملق من الفاسدين من السياسيين بعد الاحتلال ممن جاء مع المحتلين، انزعج السيستاني من عرض الجنسية العراقية، استنكف من قبول الجنسية العراقية، فهل يخاف من الحديث لأنه يكشف صعوبة نطقه بالعربية ويكشف اللكنة الأعجمية؟ هل هذا هو السبب؟ هل عدم الظهور يدل على عدم الوجود؟ هل عدم الظهور يدل على عدم الصحة وعدم الضبط وعدم الاتزان؟ هل عدم الظهور يعني بقاء القضية مفتوحة لعشرات السنين ولمئات السنين؟ هل عدم الظهور سيستلزم دعوة الإمامة والمهدوية والغيبة الصغرى والكبرى؟ هل عدم الظهور هو هروب من السؤال، من النقاش، من الحوار الذي يكشف ما عند المقابل من علم أو ما فيه من جهل؟